بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى سعادة السيد سمير عبد الله ناس بمناسبة انتخابه رئيسا لغرفة تجارة وصناعة البحرين. أعرب جلالته عن تهانيه وتمنياته الخالصة له بالتوفيق والسداد في مواصلة مسيرة غرفة تجارة وصناعة البحرين والتأكيد على دورها الفاعل في دعم حركة الاقتصاد والتنمية في المملكة. كما هنأ جلالة الملك المفدى الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة 29 متمنيا لهم النجاح والتقدم مشيدا جلالته بنتائج الانتخابات التي تميزت بالنزاهة والشفافية والاختيار الحر والمشاركة الواسعة ومقدرا كافة الجهود الطيبة التي بذلت لإنجاحها. كما أثنى صاحب الجلالة رعاه الله على الإنجازات المهمة التي حققتها غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ تأسيسها قبل أكثر من 75 عاما وبالدور الريادي الذي تطلع به خدمة المسيرة التجارية والصناعية في مملكة البحرين وتعزيز موقعها الاقتصادي على الخارطة الإقليمية والعالمية. مؤكدا جلالته أن الغرفة تعد شريكا فاعلا وحيويا في مسيرة النهضة الشاملة وذلك بفضل الجهود التي يوالي بذلها القطاع الخاص في دعم عملية البناء والتطوير بما يختم المسيرة الوطنية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني التنافسي على المستوى الدولي. معربا جلالته عن اعتزازه بدور التجار ورجال الأعمال البحرينيين الذين أخذوا على عاتقهم خدمة هذا القطاع المهم وتطوير أدائه والسير على خطى من سبقهم من رجالات البحرين الذين أسسوا الحركة التجارية العريقة وساهموا في بناء نهضة البحرين عبر مسيرتها التاريخية.